السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة وريفيو جديد. يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة جيدة وسعادة. اليوم هنتكلم مع بعض وهنعمل ريفيو عن شامبو فاست كير، طبعا من أشهر الشامبوات حاليا اللي معروفة عنها بتحسن بشكل كبير من نمو بصيلات الشعر وبتعالج التلف وكمان بتفيد القشرة. هي علاج مثالي لحل كل مشاكل الشعر. هكلمك عن رأيي فيه وعن تجربتي معاه وطريقة استعماله، مكوناته وكل حاجة عنه بالتفصيل. فمن فضلك تابعيني للنهاية لأنها هتكون حلقة قوية جدا جدا، واشتركي في القناة لو سمحتي علشان تشوفي كل الحلقات الجديدة من المربع الأحمر الموجود تحت الفيديو. فعلي علامة التنبيهات على الكل. لو عجبك الفيديو فضلا وليس أمرا لايك، ويلا بينا نبدأ حلقة اليوم. لو عندك تعليق أو استفسار على طول من عناية الاثنين هحاول أرد على كل الاستفسارات والتعليقات اللي بتجيني. شامبو فاست كير هو مخصص عشان يعالج القشرة اللي بتبقى موجودة في فروة الراس، بيعالج التقصف والجفاف. المفروض ان هو كمان بيزود من طول الشعر، وده بيبان في فترة قليلة جدا. بيعالج الشعر وبيحافظ عليه من الأتربة وبينظفه وبيحسن من نمو بصيلات الشعر وبيعالج التلف. عشان كده بيعتبر فاست كير شامبو مهم جدا، وبنفس الوقت هو مغذي، بينشط وبيقوي فروة الراس وبيعمل على تنشيط الدورة الدموية وبيعالج التقصف. مصنوع من خلطات طبيعية غير مضرة وآمنة تماما على الشعر. كمان الشامبو من أكتر الشامبوهات المضادة للالتهابات اللي بتمنع ان يحصل قشرة في فروة الراس، فعشان كده هو بينظف وفي نفس الوقت بيشيل اي قشرة موجودة. ولكن لازم نبص على ايه، على ايه طريقة الاستخدام. لو احنا استخدمناه بطريقة صح فان شاء الله نتائجه هتكون كويسة. بيتم وضعه على شعر مبلول بالمية الدافية مع التدليك المستمر لمدة 3 دقايق. نترك الشامبو على الشعر لمدة 5 دقايق، وبعدها بيتم شطفه بالمية الدافية. بيتم استخدامه بشكل منتظم ولفترة طويلة، وده طبعا يكون حسب ارشادات الطبيب. يفضل استعماله مرتين فقط في الاسبوع، ويفضل عدم مضاعفة الجرعة. وطبعا ضروري ان احنا نتابع بشكل دوري ومستمر مع الطبيب. حاول قدر المستطاع اثناء فترة العلاج ان احنا نمنع استخدام الصبغات الخاصة بتغيير لون الشعر. نهتم بخطوة الترطيب عن طريق استخدام منتجات ومواد طبيعية وزيوت طبيعية، ونبعد عن المنتجات اللي فيها سيليكون وبارابين ومواد حافظة. مهم ان احنا نقرأ تاريخ الصلاحية قبل استخدامه. كمان مهم ان احنا نعالج فروة الرأس من اي امراض جلدية.